بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع أورتوغراف. طبعا تحدثنا فيما سبق عن دو بار و دو بار. طبعا قلنا بأن هاد الصيغتين يأتيان في صيغتين أخريتين ثابتتين. نقول مثلا دو بار اي دوتر، دو بار اون بار، دو بار اي دوتر، دو بار اون بار. قلنا بأن دو بار بهذا الشكل، et d'autres peut désigner les deux côtés d'un lieu، جانبي مكان، de part et d'autre de la rivière، les pêcheurs pullulent، من جانبي النهر، الصيادون يتكاثرون مثلا. ثم ذكرنا بأن de part en part، cela signifie d'une extrémité à l'autre، إذا من جانب إلى آخر. في الصيغة الأولى نتحدث عن جانبي المكان، إذا نتكلم عن جانبي المكان، إذا نتحدث عن جانب المكان أنهما ممتلئين، أن توجد مثلا مخازن أو توجد محلات تجارية إلى غير ذلك. على جانبي الطريق توجد محلات تجارية مثلا. أما هنا نتحدث عن دو بار اون بار، المقصود بها من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، هذا دو بار اون بار. الآن سنرى دو بار ولكن بدون طي. إذن عندنا هنا كما نلاحظ ديكو، ديكو المقصود هنا من الضربة، بمعنى آخر من الضربة الأولى، بمعنى آخر في اللحظة الأولى. سي دو بار، سي دو بار. إذا سمعنا شخصا يذكر دو بار ولكن هذا دو بار الذي ذكرها ني با سويفي دو، لم تكن متبوعة كما ذكرنا فيما سبق فيما يخص العبارتين ني با سويفي دو اي دوتر، كما ذكرنا فيما سبق دو بار اي دوتر. إذا لم نسمع هاد اي دوتر، ثم او اون بار كما ذكرنا أيضا في الصيغة الثانية، ذكرنا دو بار اون بار. إذا دو بار متبوعة بهاد اون بار. إذا كما قلنا بأن دو بار إما أن تتبع ب et d'autres، نقول دو بار et d'autres، أو أنها تتبع بهاد اون بار، دو بار اون بار. إذا لم نسمع هاد العبارتين بهذا الشكل، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأننا سنكتب دو بار بدون طي. إذا عندما نسمع دو بار et d'autres، إذا نكتب هاد دو بار بالطي. نفس الشيء عندما نسمع دو بار اون بار، نكتب دو بار بالطي. ولكن عندما لا نسمع هاد الصيغتين، إذا طبعا دو بار تكون بدون طي. إذا سي كيلفو إكخيغ دو بار. إذا لم نسمع ديكو من البداية، سي دو بار، إذا كان دو بار ني با سويفي دو، ليست متبوعة ب إي دوطخ، ليست متبوعة ب إي دوطخ، ليست متبوعة ب إي دوطخ. إذا المقصود هنا دو بار اي دوتر، أو أنها ليست متبوعة ب اون بار، دو بار اون بار. سي كيلفو، سي كيلفو إكخيغ، هذا يعني بأنه يتوجب كتابة دو بار، يجب كتابة دو بار بهذا الشكل بدون طي. إذا سنرى بعض الأمثلة لذلك. دو زوطخ زيكسبخيسيون في جي، عبارتين أخريتين في جي ثابتتين. إذن حتى مع دو بار التي تكون بدون طي، سنراها بأن تأتي في صيغتين ثابتتين. إذن دو بار سون بلوا، دو بار سون بلوا، سيرتو دون دو زيكسبريسيون في جي. إذن دو بار تستعمل بالخصوص، ممكن أن تستعمل في حالات أخرى لكنها قليلة أو غير متوافق عليها، لكنها في الغالب تستعمل في دو زيكسبريسيون في جي، يعني في عبارتين ثابتتين كما نقول هنا جامدتين. دابور، أولا، كوم سينونيم دان بو بارتو دون، دان بو بارتو دون، إذا تأتي كمعنى لي دان بو بارتو دون، شيئا ما في كل مكان. في نقول مثلا إلا فواياجي دو بار لو موند، إذا نقول دو بار كما عندنا هنا إلا فواياجي دو بار لو موند، إذا هو سفر، ثم نستعمل دو بار ثم العالم، أو نقول هنا لو بي،
يعني البلد. المقصود هنا إلى فواياجي أن بو بارتو دون لو موند، إذن هو سافر شيئا ما في كل مكان في العالم، أو هو سافر شيئا ما في كل البلد إن صح التعبير. إذن إلى فواياجي دو بار لو موند، إلى فواياجي دو بار لو موند، إلى فواياجي دو بار لو بي. إذن نستعملها دو بار بهذا الشكل. إذن كما نلاحظون بأن دو بار لم نسمع بعدها دو بار اي دوتر، ولم نسمع بعدها دو بار اون بار. إذن نكتبها بهذا الشكل بدون طي، اون سويت تابع أو بعد ذلك، كوم سينونيم دو سولون، ممكن أن تأتي كمعنى لي سولون، حسب، حسب فلان، أو حسب هذه الجريدة، أو حسب هذه الجهة، أو نقول بار لا فولونتي دو، بار لا فولونتي دو، تبعا لإرادة فلان، أو تبعا لإرادة قانون أو مسطرة مثلا إلى غير ذلك، دو بار لا لوا، كما نقول هنا حسب القانون، أو بيان دو بار لو ريغلومون، نفس الشيء تقريبا، حسب المسطرة أو حسب القانون. إلي تانتيغدي، هو ممنوع دو فيمي أو بيرو، هو ممنوع التدخين أو بيرو في المكتب. إذن حسب القانون هو ممنوع التدخين في المكتب. إذن دو بار لا لوا إلي تانتيغدي دو فيمي أو بيرو، أو بيان دو بار لو ريغلومون إلي تانتيغدي دو فيمي أو بيرو. إذن كما تلاحظوا بأنها دو بار ممكن أن تعني تقريبا في كل مكان، ممكن أن تعني حسب، أو تبعا لإرادة، أو تبعا لإرادة كذا، كما نقول هنا تبعا لإرادة القانون، دو بار لا لوا، تبعا لإرادة القانون، كما يريد القانون مثلا أن يكون الأمر كما تريد المسطرة، أو حسب المسطرة. إن تورنيغ بوليميك، إن تورنيغ بوليميك تعني البرادة الخاصة بالحديد، نتكلم مثلا عن ما يسقط من الحديد في الحدادة مثلا، تسقط بعض شذرات الحديد تسمى تورنيغ. ممكن أن كلمة تورنيغ أن تعني يعني هيئة أو ترتيب أو بنية، بنية شيء تسمى تورنيغ، لكن الذي عندنا هنا طبعا تورنيغ أن تعني شكل. إن تورنيغ بوليميك، إذا نتكلم عن الشكل، بوليميك يثير الجدل، أنه يثير الجدل. إذا نتكلم هنا عن عبارة بمعنى آخر، أن تأتي في هاد دو بار تركيبة أو صيغة من الصياغ، تأتي في اللغة الفرنسية طبعا، تتضمن دو بار ولكنها تثير جدلا. أن ديرني إيزاج إي تخي كونتيستي، إذا نستعمل عن آخر استعمال، آخر استعمال لكلمة دو بار بهذا الشكل بدون طي، إي تخي كونتيستي، أن جد مجادل فيها، أن هناك جهات أنها تنتقد هذا الأمر، تنتقد استعمال هاد دو بار في هذا المعنى، نوطامون باغ لاكاديمي فرونسيز، خاصة من طرف الأكاديمية الفرنسية، كي نو با أون نونتوندر بارلي، التي لا تريد سماع الحديث عنها، كي نو با أون نونتوندر بارلي، التي لا تريد سماع الحديث عنها، أن لا تريد أن تسمع الناس يستعملون هاد دو بار بالشكل الذي سنذكر. دون لي في، في الواقع، إلى بورتون انتيغري لو لونغاج كورون، إذا رغم هاد المعارضة طبعا للأكاديمية الفرنسية لاستعمال صيغة دو بار طبعا بدون طي في اللغة، لكن دون لي في، في الفعل، أو كما نقول هنا في الواقع، على أرض الواقع، إلى بارتو انتيغري لو لونغاج كورون، لو لونغاج كورون أنها دخلت في اللغة العامة، أن الناس يستعملونها بشكل كبير في اللغة العامية، إذن أصبحوا يستعملون هذه الصيغة بهذا الشكل حتى ولو أنها ليست صحيحة كما تقول الأكاديمية الفرنسية. إل ساجي دومبلوي، يتعلق الأمر باستعمال دو بار، هذه الصيغة التي ذكرنا، كوم سينونيم دو، كمعنى لي غراس ا، غراس ا،
بفضل كذا. نحن قبل قليل ذكرنا بأن دو بار ممكن أن تعني سولون، حسب، حسب مثلا القانون كما ذكرنا. هنا سيصبح المعنى بفضل القانون، مثلا بفضل القانون، لكن هنا لن نقول بفضل القانون، هاد دو بار أصبحت تأخذ معنى غراس أ، بفضل كذا، أو دي في دو، أو دي في دو، أو بفعل كذا. إذا بفضل كذا أو بفعل كذا. Il s'agit donc employé de par comme synonyme de grâce à ou du fait de. De par son expérience, de par son expérience, إذا بفضل تجربتها، elle est certaine de décrocher le job. هي أكيد ستصيب العمل. بفضل تجربتها. إذا طبعا الأكاديمية الفرنسية تقول في هذا المقال بأن دو بار لا يمكن استعماله بدل المعنى، لا يمكننا أن نستعمله بدل المعنى، لكن الفرنسيين طبعا يستعملونها رغم معارضة الأكاديمية الفرنسية. إذا دو بار سون إكسبيريونس، إذا بفضل تجربتها، إلي سيغتان دو ديكروشي لو جوب. كما نقول هنا حسب تجربتها، إذا حسب تجربتها بالرجوع إلى تجربتها، elle est certaine de décrocher le job. هي مؤكد بأن ستصيب العمل. إذا مؤكد هي ستحصل على عمل. طبعا المعنى الذي تريده الأكاديمية الفرنسية هو كما ذكرنا في المسابق، حسب القانون هو ممنوع، هذا الأمر ممنوع انطلاقا من القانون، هذا الأمر ممنوع. نفس المعنى تقريبا هنا، انطلاقا من التجربة هي أكيد ستحصل على عمل، لكن الأكاديمية الفرنسية لا تحبد هذا. ثم عندنا دو بار سون امبلاسمو، دو بار سون امبلاسمو لا بوتيك اتير دو نومبر كليون، لا بوتيك اتير دو نومبر كليون. إذا دو بار سون امبلاسمو، إذا كما نقول بفضل موقعه، بفضل موقعه لا بوتيك اتير دو نومبر كليون. إذا طبعا المحل التجاري أو الحانوت أتير، أتير أنه يجذب دو نومبر كليون، الكثير من الزبناء. إذا هاد دو بار كما تقول الأكاديمية الفرنسية لا يحبذ استعمالها في مثل هذا المعنى، ولكن الفرنسيين يستعملون هذا المعنى، بفضل موقعه المحل التجاري يستقطب الكثير من الزبناء. دو بار سون امبلاسمون لا بوتيك أتير de nombreux clients. ثم عندنا دو بار سو كو تي ميكسبليك، اذا هذا معنى اخر كما تلاحظوا. دو بار سو كو تي ميكسبليك جو كوا كو سافا مال فينيغ، اذا حسب ما شرحت لي، حسب ما شرحت لي الان، جو كوا انا اعتقد كو سافا مال فينيغ، بان الامر سينتهي بشكل سيء. لنفرض انك شرحت لي علاقه موجوده بين شخصين وذكرت لي بعض الأمور التي حدثت بينهما، ثم ذكرت لي مثلا بأن هناك أطراف آخرون يحرضون كل من الشخصين مثلا على بعضهما. إذا سأقول لك مثلا في النهاية دو بار سو كو تي ميكسبليك، إذا حسب ما شرحت لي الآن جو كخوا كو سافا مال فينيغ، أعتقد بأن هذا الأمر سينتهي بشكل سيء. إذا هذه العلاقة لن تتطور إلى الأحسن، هي ستتطور إلى الأسوأ. لماذا؟ لأن الظروف المحيطة بهذا الأمر أنها سيئة وتشجع على هذا، هذا حسب ما شرحت لي. إذا عندنا هنا دو بار سو كو تي ميكسبليك جو كخوا كو سافا مال فينيغ. طبعا الأكاديمي الفرنسي أيضا أنها لا تحبذ استعمال دو بار، نتكلم عن دو بار التي ليست عندها طي في هذا الأمر. ثم بار بريدونس، اذا طبعا ماذا علينا نحن كاشخاص سنستعمل مثلا هذه العباره، ماذا علينا ان نفعل؟ بار بريدونس طبعا هنا كما نقول بار بريدونس كاحتياط ان صح التعبير، كانتباه، اننا ناخذ انتباها. ميو فو دونك ايفيتي سيت تورمور اليكري او دون ان كونتكست فورمال. اذا حتى ولو اننا استعملنا هذه الصيغه دو بار، ممكن اننا نستعملها في العاميه بهذا الشكل الذي ذكرنا الآن،
بفضل مجهودي هو سيحصل على عمل أو بفضل هذا الموقع إذن هذا المحل التجاري سيستقطب زبناء، أو مثلا حسب الذي حكيت لي فإن الأمور ستتطور إلى الأحسن أو إلى الأسوأ إلى غير ذلك. إذن نستعمل طبعا كما ذكرنا دوبار في هذه المعاني. إذن طبعا ممكن أننا نستعملها نحن أيضا ما دامت أنها شائعة في العامية، لكن علينا أن نتجنبها باغ بريدونس، إذن كحذر كاحتياط. مي فو دونك إيفيتي سيت تورنيغ، من الأحسن تجنب هذا البنية أو تجنب هذا الترتيب الكلامي أو تجنب استعمال هذه الصيغة أليكري في الكتابة أو دون زان كونتكست فورمال أو في سياق كلام رسمي. تلقي خطابا أو تلقي بحثا، إذا نتكلم عن شكل من الإلقاء الرسمي الذي طبعا ستقيم عليه، سيتابعك فيه طبعا أشخاص رسميون. في هذه الحالة علينا أن نتجنب طبعا استعمال دوبار في مثل هذه المعاني التي ذكرنا مؤخرا، لكن لا بأس من استعمالها طبعا في الحديث العامي، هذا هو المقصود هنا. إذا باغ بريدونس، إذا كاحتياط أو كانتباه أو كحذر. مي فو دونك إيفيتي سيت تورنيغ أليكخي أو دون زان كونتكست فورمال. ثم علينا أن نتجنب طبعا استعمال هذه الصيغة في سياقات الكلام الرسمية. إذا ماذا فيما يخص هذه الصيغتين طبعا نلتقي في فقرات أخرى مع مواضيع أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.